السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء فلتلقي في الخير وارقاه فقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الولا فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء لن ترى يوم رجال عاهدوا رب العباد دعاة الحق أنصار الجهاد رجال عاهدوا رب العباد فكانوا قلب رجل واحد تفرق نبضه بين وما وهنوا إذا مضى المساد لنصر الحق ما بخلوا بجهد وما وهنوا إذا مضى المساد فشرع الله دوما حصنهم وتقوى الله كانت خيرا عيد الأمير وتجلس إنه بالداخل داخل؟ ماذا حدث؟ لست أدري مولاي مولاي برهان ماذا وراءك؟ مات ابن تيمية لا حول ولا قوة إلا بالله متى؟ اليوم أهو تعذيب أفضى إلى الموت؟ لا يا مولاي الشيخ كان مريضا علم أحد بنبأ موتي؟ رفيق سجني ابن قيم الجوزية نعم يا مولاي وأهله؟ سنسر لأخيه عبد الرحمن لا يجب أن لا يعلم أحد بنبأ موته الآن حتى نستعد جيدا نستعدوا نستعد كيف يا مولاي؟ برهان إن جنازة الشيخ ستكون مهيبة وأنت تعلم قدره عند الناس وربما يروق لأحدهم أن يطلق سهما من فمه يقول فيه إن ابن تيمية مات من أثر التعذيب لو انفجر هذا السهم فإن بركانا سينفجر في دمشق كلها ولن يهدأ أبدا لذا لابد من سد فوهة هذا البركان كيف؟ الجيش بأكمله يترك الثكنات ويحتل أماكنه في الأسواق والطرقات يشهر السيوف والرماح ليرهب بها أتباع الشيخ
أيها الحراس افتحوا الباب افتحوا الباب أخرجوني أيها الحراس افتحوا الباب افتحوا الباب افتحوا الباب أخرجوني افتحوا الباب افتحوا الباب. هذا صوت ابن القيم من الجوزية، اسمه محمد بن أبي بكر، كان أبوه رحمه الله قيم المدرسة الجوزية التي أنشأها أحد أبناء الشيخ عبد الرحمن الجوزي، ولذا سمي محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. أيها الحراس أخرجوني أيها الحراس. لماذا تتركه يصرخ هكذا؟ لماذا؟ ليس الأمر بيدي، إنه يريد حضور جنازة الشيخ ابن تيمية. ابن تيمية؟ أمات ابن تيمية؟ أنا لم أخبرك بشيء أتوسل إليك. ومتى حدث ذلك؟ اليوم. اليوم؟ إن لله وإن إليه راجعون. اسمع، إياك والبوح بهذا السر. يا سبحان الله يا سبحان الله، افتحوا الباب. أصبح الموت في بلادنا من الأسرار. برهان كبير الشرط هو الذي أمر بذلك. يا جنة الخلد أيها الحبيب، إلى جنة الخلد أيها الحبيب. اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي. يا حراس يا حراس أخرجوني يا الحارس. أجبه، لا تقف كالأصم هكذا، تحرك. ماذا تريد يا شمس الدين؟ الشمس غربت يوم مات الإمام. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجوني. ليس الأمر بيدنا. أبلغ الأميرة تلكزي أني أريد حضور الجنازة والصلاة على الجثمان الطاهر. سنفعل. أخبرني بالله عليك، أين جثمان الشيخ الآن؟ نقلناه لغرفة مجاورة. هكذا يهان الرجل في حياته وفي موته؟ أي ظلم هذا؟ ما أظلمنا بشرا. آه لو تعلمون. أيوب، احمل الجثمان إلى قصر الأمير تنكس في سرية تامة. أيها القائد برهان، ماذا تريد؟ أنت تعلم مطلبي يا برهان. والي دمشق لا يستطيع إخراجك إلا بأمر السلطان، ودخول السجن على كلمة وفي حق. أهو لله عصيرا؟ أنت في السجن كي يتحقق عدل الله الواحد الرحمن. مأساتك يا برهان أنك تجهل أمور العقيدة والإيمان. واقع كشيخك الميت، تثير الناس باسم الدين ومجاهدة الشيطان. سامحك الديان. يا هدوء الأنبياء، والله لولا انشغالي بالجنازة للكلت بك وضربتك بالنعال. ألأني أدعو لك بالغفران؟ بل بيني وبينك عداوة. ذكرني وامحو عني آفة النسيان. أنت تعلم أني أبيع العنب للتجارة، وأفتيت بحرمة هذا البيع إن كان لصاحب حالة. هذا شرع الله يا برهان.
الله أحل التجارة، فكيف تحرم ما أحله الرحمن؟ نريد سد الذرائع. أنت تأتي بما ليس في القرآن. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تتهمني بالكفر يا صليط اللسان؟ انتظر عودتي واستعد لضرب الصياط. فاصبر، إن وعد الله حق. عبد الرحمن بن تيمية سيقدر المسؤولية. إنه أخي، أخي رحمه الله. ستؤكد للناس أنه مات أمام عينيك. لا، لن أكذب. عبد الرحمن، أنت لن تكذب. ستراه الآن ثم أقسم للناس إنه مات. لا تقل رأيته بعدما مات، ولكن قل مات. سكن التاء، هذا ليس كذبا. ثم إننا لا نريد إلا صالح البلاد والعباد، ونخشى وقوع الفتن، والفتنة كما تعرف أشد من القتل. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عبد الرحمن، ستنفذ أمري، وبعد دفنه قل ما تشاء. صدقت ابن حنبل حين قلت سيكون بيننا وبينهم الجنازات. اطمئن، ستكون جنازة مهيبة تليق بشيخ الإسلام. أستحلفك بالله أن تطلعني على الحقيقة. أي حقيقة؟ أقتلته أيدي الظلمة. عبد الرحمن، إياك أن تردد هذا أمام الناس، إنك تشعل النيران بسؤالك هذا. لا تردد ولا تفكر فيه مرة أخرى. مات. وعليك الآن أن تمتطي جواد الإمام. ولكن تخشى من؟ ابن القيم، تلميذه الراشد. لا 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 عليك، سيظل حبيس القلعة ولن يخرج منها فوق قدميه أبدا. أتضمن لي هذا؟ ما وعدتك بشيء وأخلفته يا دمشقي. إن صدقت هذه المرة فسوف أهديك ضيعة أملكها غرب دمشق. ما أروع أن تولد في لحظة. كل الآمال. الجنازة وإشاعة الخبر بين الناس، تذكرت أمرك فأنساني ما هو أخطر. عندما تسمع المنادي ينادي بنبأ وفاته أسرع إلى قصر تنكز وأعلن عن ألمك وحزنك. سأخضب وجهي بالطين حزنا علي. رائع رائع يا إمام دمشق. إمام دمشق، يا نهرنين الكلمة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم وسع مدخله وأكرم
أكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا. هل فرغوا من دفنه يا أخي؟ خرجت دمشق كلها تودعه. بشراك يا شيخ. أخبرني يا ابن قيم الجوزية، أتحبني أن أناديك بمحمد أم بابن القيم؟ كان ابن تيمية رحمه الله يحب دائما أن يناديني بابن القيم. إذا أخبرني يا ابن القيم بردك على من اتهم ابن تيمية بالشدة والغلظة. والله يا أخي ما عرفته إلا سهلا لينا، لا يغضب إلا لانتهاك حقوق الله، وكان أقرب الناس للفهم الصحيح للدين. وفتواه التي دخلت بسببها السجن معه، أنت تدرك ما آل إليه عصرنا، الحانات المنتشرة في كل الأرجاء، الظلم والبغاء والمنكرات، وكان على ابن تيمية أن يواجه هذا كله وأن يرجع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من تحكيم الكتاب والسنة. وكان من الطبيعي يا أخي أن يتهموه بالشدة والغلظة. ولكنك قلت برأيه في مسائل الطلاق، وهو الرأي الصواب، ولكن الحمد لله. ماذا؟ تحمد الله على سجنك؟ الحمد لله على كل حال، لقد أفادني دخول السجن يا أخي، وضعني أمام مرآة صافية فرأيت نفسي وأدركت أن جهاد النفس يمحو الذنوب. قل لي بالله عليك، ألم يسجن نبي الله يوسف؟ ألم يسجن محمد صلى الله عليه وسلم يوم حوصر في شعب بني طالب؟ وأحمد بن حنبل وابن الجوزي وابن تيمية وغيرهم الكثير، أصحاب كلمة وعهد لا يرتد، ذاقوا العذاب فما لان عهدهم بل اشتد. يا الحمد لله، مرت الجنازة بسلام وأمان. 5 رجال ماتوا تحت الأقدام من شدة الزحام. هذا أمر هين، ما كنت أخشى من بين الأنام إلا عبد الرحمن. كنت أمشي إلى جواره ويدي على سيفي وهو يعلم ذلك، ولهذا لم يستطع تحريك اللسان. الخوف عندي يا مولاي ليس في عبد الرحمن، وإنما في من مات الشيخ على صدره. ابن القيم هو يا مولاي، ربما تسول له نفسه أن يدعي علينا ما لم يحدث، ولهذا لا يجب إخراجه الآن. أتصدقني يا برهان لو قلت لك إني حزين لموت ابن تيمية؟ وأنا أيضا يا مولاي. كان نجما تزهو به سماء دمشق. هذا صحيح، ولكنه يا مولاي برهان، لا داعي للخوض في سيرة الإمام. لو يأذن لي مولاي
يجب أن نتدارك أخطاء من سبقونا. كيف يا برهان؟ في كل عصر يا مولاي تلتف الناس حول رجل دين يرفعه العامة إلى مرتبة السلطان، يأمر فيطاع، وبإمكانه أن يغير الممالك أيضا إن شاء. في يده حكم الدين وعزم الرجال الأشداء، يسكتهم حين يريد ويشعل قلوبهم أيضا حين يشاء. ولهذا يا مولاي علينا أن نصنع هذا الرجل ليكون وفق هوانا. دمشق مليئة بالعلماء الأفذاذ يا برهان، الذهبي وابن كثير حتى ابن القيم الملقى الآن في السجن، الناس تحبه وتوقره. مولاي لا ولاء لهم، يحرضون العامة علينا باسم شرع الله وكأننا من الكافرين. أثمة من تراه يناسب قولك؟ بهي الدين الدمشقي. أنا لا أصدق. بل صدق، هذا هو مرسوم الأمير تلكس والي دمشق. أصبحت من اليوم قاضيا وقيما للمدرسة الجوزية. وابن القيم؟ لا تفكر في أمره، عده من الأموات. أرني هذا الصك. لا لا، صك بيع الضيعة أولا. سآتي به من الداخل. انتظر. ماذا تريد؟ علينا أن نتفق أولا. أنا رهن إشارتك. أول فتوى ستنطق بها هي جواز بيع العنب لمن يعصره خمرا. سأفعل إن شاء الله. رائع رائع يا دمشقي. لا، كفى أن يظلم أبي إلى هذا الحد. لو علم بأمر بهي الدين الدمشقي والمدرسة الجوزية ربما أصيب بدهشة قاتلة ولحق بأخي. شرف الدين، ما رأيك في أن نكتب رسالة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، نطلعه فيها على ما حدث، ونطلب منه باسم علماء دمشق الإفراج عن والدك ابن القيم؟ هي فكرة طيبة، ولكن الإمام إسماعيل بن كثير سيحمل على عاتقه عبء جمع توقيعات الشيوخ. يا عبد الرحمن، لا تنسى أن السلطان الناصر نفسه هو من زج بأبي وبأخيك في السجن. لا تلقي بنا في نهر اليأس يا شرف الدين، دعنا نحاول إيقاظ ضميره. بارك الله فيك يا أخي، لقد أتيت لك بما طلبت وبما لم تطلب. لقد طلبت الريشة والمداد والرقعة ولم تطلب المصباح، فأتيت لك بمصباحي. وأنت؟ لا حاجة بي إليه، أما أنت فسوف يتحول هذا المصباح في يدك إلى نجمة مضيئة يعرف الناس بها طريقهم. بوركت يا أخي. يكفيني هذا الدعاء من شيخ صالح مثلك. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وها أنت يا أخي قد أعنتني بكل ما أشتهيه. إن أردت طعاما أو ماء نادني. إن العبد إن
إن العبد لا يعرف حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه. سيدي برهان، افتح باب السجن. أمرك يا سيدي الوزير. ما هذا يا رجل؟ لماذا يعلو صوتك هكذا؟ لا شيء يا سيدي الوزير، لا شيء، لا شيء يا سيدي الوزير. بسرعة افتح الباب. أمرك يا سيدي الوزير. بسرعة أمرك يا سيدي الوزير. تفضل يا سيدي الوزير. تعال. أعطني هذا، أعطني. تعطيه الأوراق والأحبار. لا تصب جام غضبك على هذا المسكين، وفره لي، فما أظنك قد جئت بسخطك إلا لتشبع رغبة تحرك نفسك أيها الجبار. أتذكر وعدي بضربك في النهار؟ وأنت ألا يراود خيالك يوم الحساب؟ ألا ترى النار، النار لأنفالك، لمن يحرضون العامة على الأصفياء والأخيار. أتحسب نفسك من الأخيار؟ لقد اختارني الله ليصبح لتنكز كبير الشرط وسيد الدار. مسكين يا رجل، لا تعرف أن هذا هو عين الذل والانكسار. الذل لمن؟ والله لو كان الأمر بيدي لأمرت بربطك في الأشجار وضربك ليل نهار. أعماك الشيطان فأصبحت كمنجل يحصد رقاب العباد، وإذا سئلت قلت إنها لصالح البلاد. بل هو شرع الله الواحد القهار. أتحاكمني بشرع الله على شر؟ رحمك الله يا شيخ الإسلام. قبل أن يعمل صوتي فيك وقبل أن يعلو صوتك بالصراخ من شدة الآلام، أريدك أن تجيبني بجواب شاف عن سؤال حيرني منذ أيام. ما الذي تريده؟ لماذا تغير الأحكام؟ الحلال بين وكذلك الحرام. أجبني، ما الذي تريده؟ لماذا أنت ومن قبلك شيخك أهل اغتصام؟ لأننا نطمع في تحقيق عدل الله وقد أمرنا بهذا. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا خطاب لولاة الأمور وليس للعامة، وإلا صارت فوضى. بل هو للمؤمنين يا من هجرت القرآن. كيف لمن لا يملك أن يعدل؟ ليس العدل بالملك أو السلطان، العدل يبدأ بالوفاء بحق الله الواحد الرحمن، بتحقيق أركان الإسلام والإيمان. العدل يعني مقاومة الظلم وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العدل في تنبيه الغافلين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الظلم لا يختص بأرباب المناصب والسلطان، والعدل لا يختبئ في أكياس الطحين فوق الميزان.
بل هو في خلق الإنسان. أفهمت هذا يا برهان؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فدعني أنصرك الآن وأكشف لك ما غيبه عنك الشيطان. ألبسني الشيطان يا صليت اللسان؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كف عن هذا. ما هذا؟ أجننت؟ بل لجرمي وعيت ولظلمي فهمت. ظلمك أنت أيها الجرثومة. صمتي على ظلمك هو عين الظلم. هكذا تفسد الخدم بأقوالك المغلوطة؟ ما نطقت إلا بكلام الله وقول رسوله الكريم. كلمة حق أريد بها باطل. والله إني على ردعك لقادر. ومن أخبركما بأني سأعترض طريقكما وأمنع العمل بما تفتيان به؟ خشينا أن تفعل ذلك. لو نحن جلسنا في الأسواق نفتي الناس بالخير. هل قرأتما كتاب الحيل لأبي بكر الخصاب؟ وحفظناه عن ظهر قلب. رائع رائع. أنا لن أعترض طريقكما، فأنتما من تلاميذ مخلصين، لكن الفتوى بالحيل تفرح الناس لأنها لا حد لها، وعندئذ يخرجون من جيوبهم مئات الدراهم والدنانير. فهمت يا شيخنا. ستشتريان صمتي. وبكم نشتري هذا الصمت؟ بنصف ما تأخذانه من الناس. اتفقنا. أمرك مولاي. وصل بريد السلطان الناصر قلاوون، يطالبنا بإخراج ابن القيم من سجنه. كيف يا مولاي؟ كيف نخرجه من سجنه الآن؟ الوقت غير مناسب. أنا أدرك أكثر منك خطورة الرجل، ولكن ما العمل؟ هذا قرار سلطاني. لا بد من الانتظار ولو لأيام قلائل. لماذا؟ جراحه يا مولاي تحتاج لوقت كبير كي تلتئم. جراحه؟ أيرضيك يا مولاي الأمير أن يسب خادمك الأمين وأن يتهمه بالكفر والبهتان؟ من نعتك بهذا؟ وهل يجرؤ أن ينعتني بهذا إلا صليت اللسان؟ وما الذي جعلك؟ دخلت السجن للوقوف على حالته، ومن أجل الصالح العام. فهالني ما رأيت الرجل في سجنه يكتب الرسائل، والسجان يمده بالأوراق والأحبار، وبكل سؤال له هو سائل. فلما حدثته بالحسنى، أقسم بالله يا مولاي إنها الحسنى، أسمعني كلمات لم أسمعها في حياتي قط، وفي لحظات
انضم إليه السجان، ثم قال وقال وقال. ماذا قال؟ كلام عن مولاي الأمير يعف اللسان عن ذكري، وضل الطريق عن أذني فلم يحفظه عقلي. أعرف أن ابن القيم يكرهني، ولكن السجان أفسده ابن القيم، لذا حبسته معه وعملت صوتي فيهما للترهيب والتأديب لا للإهانة والتعذيب. لولا هذا الأمر السلطاني. السلطان في مصر، أما نحن هنا في دمشق في قلب النار، هو ينعم براحة البال ونحن نعاني من فتاوى الشيوخ. لا أملك إلا تنفيذ أمره، وإلا عزلني. سنطلق صراحة، ولكن سنجبره فيما بعد على الخروج، هذا إذا أذن لي الأمير. تقصد ترك دمشق؟ كيف؟ إذا أذنت لي فعلت. أذنت. أعجز عن الحديث معك يا أخي، فلساني يكاد أن يلتصق بحلقي. شرف للمرء أن يشارك الشيخ ابن القيم في سجنه، وإن قصق للمرء أن يشارك برهانا في جنته. صبر صبرا يا أخي، أعلم أن الآلام تعتصرك. لقد وضعت قدمك على درج الصبر، لذا فأنت لا تشعر بالألم، أما أنا فالظلام يحيط بالبصائر، فاكشفه عني، خذ بيدي أرني النور، اصعد بي درجة درجة. المحبة، المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، ومن آثار هذه المحبة الشوق، ومن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هذا تعزية للمشتاقين. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. كيف نشتاق إلى لقاء الرحمن وقد عصيناه؟ كيف نشتاق إلى لقاء الرحمن وقد اتبعنا الشياطين؟ تعلم المحبة. كيف؟ تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وداوم على ذكر الله في كل حال، بالقلب وباللسان، بالعمل وبالحال. هذا كلام لا أصل له في الشرع، كيف أمنع بيع العنب لمن يعصره خمرة؟ هذا لسد الذرائع
ولأنك تعلم أن المبتاع يعصره للخمر. هكذا أحرم حلالا. الله قد أحل البيع يا عبد الرحمن. ما أدى إلى الحرام فهو حرام يا شيخنا. ولعلك تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، من اشترى سرقة أو مسروقا وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها. وتعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع ما حرم أكله وقال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها. أجئتني من أجل هذا فقط يا عبد الرحمن؟ فتواك بإجازة بيع العنب لعاسر الخمر ستفتح أبواب التحليل لكل ما هو حرام. أخبرني بالله عليك، لصالح من هذه الفتوى؟ أهي لبرهان كبير الشرط؟ بل هي للفلاحين الفقراء، يبيعون ويربحون ويعرفون نعيم الحياة وأنه يسر لا عسر. إن كان ابن تيمية على قيد الحياة ما جرؤت على البوح بفتواك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن وجعلك ذخرا للمسلمين كأخيك. أبشر أبشر يا ابن القيم، لقد أمر السلطان بإطلاق سراحك، ولكنك لن تعود إلى المدرسة الجوزية ولن تلقي الدروس في الجوامع بعد اليوم. أيوب ساعده في الخروج. لا يا برهان، لن أخرج من سجني هذا إلا إذا سبقني قلتم. ماذا؟ أتشترط علي؟ هو نصرني عليك فدخل السجن. الله تعالى يأمرنا بالوفاء ورد الدين. أحق ما تقول؟ النبأ تسرب إلى أذان الناس، وها هي دمشق كلها تخرج لاستقبال أبيك. هيا بنا يا شرف الدين. هيا. لا أدري يا سيدي. لا تدري؟ لا تدري، كانهم يتنصتون علينا. كيف عرفوا ساعة خروجه؟ لعل جنود الأمير تنكز. اللعنة عليهم. أيوب نادي على الحراس. أمرك يا سيدي. الوقت يمر ولم يفرج عن أبي بعد. لن يطلقوا سراحه ما دام هذا الحشد يقف هكذا. أطلقوا عليهم السهام إذا رفضوا العودة إلى بيوتهم. هيا. أمرك يا سيدي. هيا. أين أبي؟ ألن يخرج اليوم؟ سيخرج إن شاء الله، ولكن يجب تفريق هذا الحشد أولا. هم يحبونه ويريدون لقاءه. القائد برهان يخشى أن تهتف الناس باسم ابن القيم. ألم أخبرك بذلك؟ أيها الناس، أيها الناس، من كان يريد خروج ابن القيم فليعد إلى داره. هيا. أيها الناس، يا أحباء ابن القيم، عودوا إلى دياركم، فرجال الشرطة يخافون وجودكم.
من السجن وعاد إلى داره. المعركة ستبدأ إذن. ها، ما رأيك في هذه الفكرة يا ابن العم؟ تبيع لي سلعة من حانوتك ككيس الحنطة مثلا بعشرين درهما مؤجلة، ثم تشتريها مني بعشرة، وهكذا أعطيك المال الذي تطلبه. ولكن هذا أفضل لي ولك من القرض. أنت تريد المال ليعينك على الحياة بعد تركك للعمل، وأنا أريده للتجارة. كل هذا هو كيس الحنطة بعشرين درهما مؤجلة إلى ما بعد هلالين. أعطني الكيس مرة أخرى. ها أنا قد اشتريته منك الآن بعشرة دراهم. وها هي النقود، تفضل. أظن هذا من الربا. سل هذا الشيخ إن شئت. أتعرفه؟ اسمه مالك، وهو كالإمام مالك في الفتوى، ومعه رخصة من القاضي بهي الدين الدمشقي. إذن نذهب إليه نستفتيه. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ولدك شرف الدين عبد الله يداويك وكأنه الطبيب. من قرأ لأبي كتاب الطب النبوي سيعلم الكثير من فوائد العلاج بالعسل. على ذكر الفوائد، من قرأ لأبيك الفوائد سيخلص قلبه لله. وأين هذا وذاك من كتب شيخ ابن تيمية التي هي كالأوراق الخضراء اليانعة؟ أما كتبي فأحسبها بعض أوراق يابسة. يد الطبيب ماهرة. بل كانت يد برهان غاشمة. أخبرني بما حدث في غيابي يا عبد الرحمن. أشياء مؤسفة محزنة. أبي، جراحك مؤلمة. الحمد لله، أوشك الألم أن يزول يا ولدي. حدثني يا عبد الرحمن ولا تخفي عني شيئا. بهي الدين الدمشقي فتح أبواب الحيل الشيطانية. كيف؟ أباح بيع العنب لمن يعصر الخمرة بحجة أن الله أحل البيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. عشرات من أتباعه يجلسون في الطرقات يحللون ما حرمه الله. وأين العلماء الأجلاء؟ أين الذهبي وابن كثير؟ استنكروا هذا، ولكن وأسفا، العوام قد فرحوا بتحليل ما حرم عليهم، فسدوا آذانهم عند حديث العلماء وأنصتوا عند حديث هؤلاء. انتشر الربا وانتشرت البدع وتبعتها بدع كثيرة، آخرها ما أقره بهي الدين الدمشقي بزيادة بعض الأذكار عند الآذان. ماذا؟ لقد سمعت المؤذن اليوم ينشد بعد انتهاء الآذان: أستغفر الله العظيم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض المؤذنين يقولون هذا ويأمرون الناس أن يرددوه بعدهم. هذه بدع ما سمعنا بها في عهد رسول الله وصحابته. كيف لجأ الناس إلى الدمشقي ولديهم كتب ابن تيمية؟ كتب أخي صادرها تنفذ. ماذا تقول؟ هي عنده في القصر. لابد من إعادة هذه الكتب ونشرها بين الناس، وإلا ضاعت السنة وانتشرت البدعة. هيا بنا يا عبد الرحمن. إلى أين؟ سنذهب معا إلى تنكز. ولكن تخاف علي يا عبد الرحمن، ولا تخاف من أن تنتشر البدع بين الناس. هيا يا عبد الرحمن هيا. لا شيء في هذا، إنها تجارة، بيع وشراء، وعلى هذا فأمركما حلال حلال حلال، والله أعلم. بارك الله فيك أيها الشيخ الجليل.
إلى أين؟ أين ثمن الفتوى؟ ثمن الفتوى؟ سأقلبها إلى حرام. لا 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 لا، ماذا تنتظر؟ باقي دينار. خذ به فتوى أخرى. لا بأس. كلثوم، اذهب إلى الحانوت وانتظرني هناك، وسآتي إليك بعد قليل. شيخنا الجليل يدرك ولا ريب الحساد وعيونهم. ماذا تريد؟ أخاف على مالي من الحسد. أوضح. اقترب مرور الحول، والزكاة كثيرة، ولو أخرجتها لن أسلم من شر الحساد. بمن تثق؟ زوجتي. أعطيها المال فتسقط عنك الزكاة لعدم مرور الحول. ماذا لو قبل أن يمر الحول على المال تعيده إليك مرة أخرى، وهكذا هكذا هكذا تسقط عنك الزكاة إلى الأبد. بارك الله فيك أيها الشيخ الجليل. لا حول ولا قوة إلا بالله، من أفتى بهذا؟ الشيخ. صدقت يا رسول الله عندما قلت يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع. أستغفر الله العظيم، لقد سمعت لفظ الربا. ما أسمعه وأراه هو الربا بعينه. ولكن الشيخ أفتى. هذه حيل شيطانية، من عمل بها فهو كافر. رحمك يا ابن القيم، الله لم يخلقنا ليعذبنا. الفقر يعربد بين الناس ونحن لا نريد إلا إسعاده. تريد إسعاد الناس بتحليل الحرام؟ قد أوقف عمر الحدود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ما لنا واليهود الآن يا ابن القيم؟ احتالوا على الله تعالى يوم حرم عليهم الصيد يوم السبت، فحفروا الخنادق يوم الجمعة لتقع فيها الحيتان يوم السبت فيصطادوها يوم الأحد. السبت الأحد؟ ما لنا وما لأصحاب السبت؟ تذكر إذن قصة أصحاب الجنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. وهكذا نرى أن الله تعالى قد عاقبهم لأنهم حصدوا جنتهم ليلا حتى يحرموا الفقراء من أخذ نصيبهم منها، فقد تحايلوا على إسقاط حق الفقراء بجنيها ليلا. الضرورات تبيح المحظورات يا ابن القيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قل لي بالله عليك، من من هؤلاء الناس يضطر لأخذ الربا، ومن منهم يضطر لمنع الزكاة وسقوط القصاص؟ أجب. هيا يا عبد الرحمن. هيا يا شيخنا. ستأخذ بفتوى مالك أم بفتوى ابن القيم؟ سأخذ بفتوى ابن القيم. هذه كتب ابن تيمية، لا مانع عندي من أخذها، بل لا مانع عندي من نشرها بين الناس إذا كانت ستعيدهم إلى حظيرة الإيمان. أما إذا كانت ستثير الفتن فالنار أولى بها. المسلمون ينتظرون هذه الكتب للرد بها على ألسنة الشيطان. ماذا تقصد؟ أقصد تلك البدع التي دخلت الإسلام وآخرها ما أقره الدمشقي في الآذان. هذا أمر بين العلماء لا دخل لي فيه. وهؤلاء الذين يا ابن القيم لا دخل لي فيما بينكم من خلاف. أنت نائب السلطان. أهمي هو إنقاص البؤس وإشباع الجوعان وتحقيق الأمان. من لدين الله إذن؟ العلماء. أنت تغدق على من تريد بالقدر الذي تريد، والدمشقي
قد تقلد منصبه لا عن علم موفور ولكن عن بهتان وزور. هذه حقد، غيرة على دين الله من فتنة الفتان. فلتأتي بالبرهان. قد أطلق الأفاعي من الجحور تضرب القرآن بالقرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع قوما يتمارون في القرآن فقال: إنما هلك من قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. أراك تخوض في سيرة رجل عظيم الشان، فاستغفر ربك الرحمن. أنت ولي الأمر فأصغ لي. لا وقت عندي لمثل هذا الكلام، هيا خذ وصاحبك الكتب وألقيا علي السلام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قد سمعناك وعرفنا مرادك، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تدبر هذا القول يا ابن القيم لتدرك أنك تبغي على رجل طاهر. قد أمرنا أن نأخذ الناس بالظاهر. وهل ثبتت علامات الفجور على بهي الدين الدمشقي؟ قد ذكر لك ابن القيم أنه أطلق الأفاعي وأتى ببدع لم نسمع عنها من قبل، وإني أزيد بأنه قد دفع الرشوة لكبير الشرطة برهان. رشوة؟ ضيعة كان يملكها غرب دمشق والآن هي ملك لبرهان. أعدك بأن أحقق في هذا الأمر، فإن ثبت فسوف أعزلهما معا. هل أراحك هذا يا ابن القيم؟ وأقسطوه، إن الله يحب المقسطين. خيبة الله عليك، لم تستطع الرد. كيف وقد ذكرت لك ما قلته؟ لم تحسن الرد يا مالك. لقد فوجئت به. لكم كانت فرصة مناسبة للقضاء عليه في السوق أمام الجميع. اسمع، خذ هذا الكتاب، اقرأه جيدا، بل احفظه واستعد للمناظرة. مناظرة؟ مناظرة بين من ومن؟ بينك وبين ابن القيم. ابن القيم لا يناظره إلا عالم كبير كبهي الدين الدمشقي. لا، أنا لا أتدنى إلى هذا، سأكون الحكم الفيصل. وأنا وحدي أناظره؟ لا تخف، ستكون أنت ومعك مجموعة من العلماء الآخرين. إذا كان الأمر كذلك فلا مانع عندي. تذكرت، هذه عوائل فتاوى اليوم، خذ منها نصيبك واترك الباقي. أمرك يا شيخ. مالك، احفظ هذا الكتاب جيدا. أمرك. مولاي الأمير، مولاي، كيف تصدق الوشاه؟ بل كيف تستقبل هنا ابن القيم وأنت تدرك أنه يبغضك؟ برهان، أخذت الضيعة وعينت القاضي؟ مولاي، أنت المنوط بك الأمر. جواب لا يعقبه كلام يا برهان. هل أخذت الضيعة من الدمشقي؟ لا، باعها لي. وثمنها هل دفعته؟ نعم، فأنت تعرف أنني لا أقبل الحرام. مرسوم وقعته بيدي
رفعت فيه الدمشقي لمنصب القضاء. ألم يكن هذا هو الثمن؟ مولاي عجب. هو يا مولاي ضايعة بأكملها أيها اللص. صفحة والعفو يا مولاي. لا صفحة ولا عفو. إلا إذا إلا إذا ماذا يا مولاي؟ إلا إذا إلا إذا ماذا يا مولاي؟ لا 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 أظنك تفعل هذا. سأفعل أي شيء يا مولاي في سبيل صفحك وعفوك. تعيد لكل ذي حق حقه. سأعيد الضيعة إلى أصحابها. أخطأت حين وصفتك بالذكاء مولاي. أعطي لقيصر ما لقيصر. قيصر؟ ألم تفهم بعد؟ فهمت يا مولاي، ولكني لا أعرف نصيب قيصر. ثلاثة أرباع الشيء. ها؟ السجن أمامك والعزل خلفك. لا لا يا مولاي، سأكتب لك صك الضيعة. الدرجة الرابعة من مدارج السالكين. هي اعتماد القلب على الله. واستناده إليه. وسكونه إليه. بحيث لا يبقى فيه اضطراب. والدرجة الخامسة. هي حسن الظن بالله عز وجل. مرحبا بك يا شرف الدين. تفضل يا ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة للمقاطعة. لا عليك يا ولدي. ماذا حدث؟ القاضي بهي الدين الدمشقي يريدك. الآن؟ نعم الآن. الحق لا يعرف التأخير، كي لا يبقى للجاني متسع وقت للتدبير. افصح ولا تزد. انت تدري ما جرم ترويع الآمن بين الناس، وتدري ان الرسول الكريم نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا، فما بالك بجندي غريب يطرق بابك؟ لم تكن نائما، والقاضي له الحق في التقدير. ماذا تريد؟ اتهمك احد العلماء بالتكفير. احد العلماء؟ من كفر من؟ افصح يا بهي الدين. بل اترك لك الوقت للتفكير. ذكرني. كلمة نطقت بها في السوق دون تقدير ودون تفكير في العواقب. إذا فأنا المطالب. كيف تفتي وأنا القاضي؟ أمعك رخصة بالفتية أم أنها من المواهب؟ أفتيت في قضية قديمة، وأظنك تعلم قول العلماء في التحايل على كل المذاهب. الاجتهاد واجب. أنت تحلل الحرام باسم الاجتهاد، تتخلى عن ثوابت العقيدة، تضع الدين في قالب. يا ابن الخيم سدد وقارب. أما تدري أن فتح هذا الباب سيؤدي إلى انتشار الحرام؟ لن تدفع الزكاة، وهكذا تصبح سالبا لحق الفقراء. أنسيت أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه
حارب مانع الزكاة. الناس تتوالى عليهم المصائب بما كسبت أيديهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإن كنت تود العلاج الصائب فأمر من يفتي بالتحايل أن يصمت، وأمر الناس بالإخلاص لدين الله الواحد، وقل للناس أيها القاضي إن أنتم أجهدتم أنفسكم بعد الله عنكم المصائب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وذكرهم أيها القاضي بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لست في مقام وعظ، أنت في مقام اتهام. قد جاء مالك يختصمك إذا اتهمته في السوق أمام الناس بالكفر والخروج عن دين الإسلام. ما قولك في من يحلل للناس الحرام؟ يحلل الربا وقد حرمه الله. قولي لست أنت من يحكم بكفره. من إذن؟ أنا والعلماء الكرام. فلتأتي إلي بكل علمائك الكرام، فإن أقروا هذا الكلام فعقاب الدنيا أهون والسجن براء. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وإن زينوا الشهادة بالحق فعليك بمنع الفتوى لمن يخالف القرآن وشريعة الرحمن. اسمع، ما رأيك لو دفعت عن نفسك هذا الاتهام بمناظرة يحضرها القاصي والداني؟ فلتكن محاكمة، وليكن حد الله على من لم يظهر البينة. الأمير تنكس. بسم الله نبدأ المناظرة. قد اتفقنا أنها محاكمة. رأفة بنفسك يا ابن القيم، لماذا تصر على كونها محاكمة؟ لأن المناظرة تنتهي بألا حكم واجب التنفيذ. لابد إذن من التحديد يا بهي الدين. إذن هي محاكمة. قد جاءني هذا الشيخ يشكو هذا الرجل بأنه قد نعته بالكفر، وقد ثبت لي ذلك باعتراف محمد بن أبي بكر وبشهادة الشهود. يا ابن القيم، هل اعترفت بأنك اتهمت هذا الرجل بالكفر؟ نعم. أتدري عاقبة هذا الاتهام؟ نعم. أبدر منه ما يدعو لذلك؟ هو يتلاعب بأحكام الدين باسم الحيل التي تحل الحرام وتسقط الحق. الحيل ليست من الحرام. أنكرها العلماء مالك بن أنس وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك. ولما ظهر كتاب الحيل لأبي بكر الخصاف
قال عبد الله بن مبارك: من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. وأحمد بن حنبل يؤكد ذلك ويقول: كفاك هذا من الكلام، دعه يكمل. دعنا نسمع. دعه يكمل. لا وقت لدينا لكي نسمع المتشابهات من الألفاظ، تحدث أنت يا مالك. الحيل ليست من الحرام، فأيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة، والله أذن له أن يتحلل من يمينه، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وخذ بيدك ضخصا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، صدق الله العظيم. ما ردك على هذا؟ هذا ليس من الحيل، فالحيلة تعني تغيير الحال بحال آخر، كتغيير الحرام إلى حلال، أو تغيير الحلال إلى الحرام. وأيوب عليه السلام ضرب زوجته، أي أنه لم يحنث. قولك صحيح يا ابن القيم، لو كانت حيلة ما ضرب أيوب زوجه ضربة واحدة. تحدث أنت يا عثمان. تعلم أن يوسف عليه السلام وضع الصواع في رحل أخيه، وهذه حيلة توصل بها إلى أخذ أخيه من إخوته، وقد مدحه الله على ذلك. إنما فعله يوسف إنما كان برضا أخيه واتفاق بينهما. أوقعت نفسك في خطأ اسمه التراضي. لم يستطع الرد. أسلوه. إنه يثير الفتنة. أسلوه. أكمل يا عثمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، والحيل معاريض فعلية كالمعاريض القولية. المعاريض ليست مباحة على الإطلاق، فهي حرام إذا أباحت الحرام أو أسقطت الواجبات. أكمل يا عثمان ولا تقاطع يا ابن قيم الجوزية. ظننته قد أنهى حديثه. هو أنهى حديثه بالفعل. أكمل أنت يا ابن القيم. يقول الله تعالى في محكم آياته: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ويقول تعالى أيضا في آية أخرى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. الله حسبي. وهكذا نرى من هاتين الآيتين أن الخداع مذموم، والتحايل هو أحد أنواع الخداع. ولعلكم تذكرون حيلة اليهود في صيد يوم السبت، وكيف عاقبهم المولى سبحانه وتعالى. هل انتهيت؟ انتظر، دعني أكمل كلامي. دعه يا بهي الدين ولا تقاطعه. ماذا تريدون من وراء الحيل؟ أجيبوني، لما تصمتون؟ ماذا تريدون من وراء الحيل؟ تريدون تحليل الحرام؟ هذا والله أخطر شيء على الإسلام. الأوامر الإلهية شرعت لما فيها من مصلحة للأنام. الزكاة شرعت لمصلحة الفقير، والربا شرع اجتنابه لما فيه من مفسدة، وحتى لا يقع المحتاجون فريسة في يد أرباب المال. هذا كلام مرسل ولا وقت لدينا لسماعه. يا بهي الدين، ابن القيم يقيم الدليل على تحريم الحيل. فليتحدث عثمان. الاحتيال أمر باطني، وقد أمرنا
أن نأخذ الناس بظواهرهم فقط. إن المسلمين أمروا بالظواهر. هل أذنت لك بالرد؟ من حقي أن يرد يا بهي الدين. لكن عثمان لم ينهي حديثه بعد. لا كيف هذا؟ لا لا كيف هذا؟ يحسم الأمر ولي الأمر. ابدو الخير ابدو الخير سيكون ابدو الخير ابدو الخير ابدو الخير ابدو الخير ابدو الخير ابدو الخير. فليتكلم ابن القيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تكلم يا ابن القيم. عثمان يقول إن الاحتيال أمر باطن، وعلينا أن نأخذ الناس بظواهرهم فقط. وأنا أقول له كلامك صحيح، علينا أن نأخذ الناس بظواهرهم فقط في معاملة بعضهم لبعض، أما في معاملتهم لربهم لمولاهم لخالقهم فهي مبنية على المقاصد والنيات. يقول رب العزة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، من استدان دينا ينوي ألا يقضيه فهو سارق. وعلى هذا فإن الدين الإسلامي الحنيف يترك الباطن لعلاقة الإنسان بربه، والحيلة باطنها معروف، وهي تغيير الحلال إلى حرام أو تغيير الحرام إلى حلال، وهذا كفر والعياذ بالله. الله أكبر فليتكلم مالك، فهو صاحب الادعاء ولديه الكثير من الكلام. الأمر لا يحتاج للمزيد يا بهي الدين. ما حاجتنا في هذا المجلس أن نستمع إلى المزيد من لغو حرام. كأنك أصدرت عن مجلسنا الأحكام. فلنوقف جلستنا للتشاور، هل توافق؟ أيها الجمع الكريم، إن أهل العدل قضاة الحق يطلبون ساعة للتشاور في هذا الأمر. انظر يا مولاي الأمير إلى عينيه، إنه يتفحصك بها كأنه يريد أن يدهشك. لماذا يا مولاي أعطيته فرصة الدفاع عن نفسه؟ ألم تسمع نداءات الناس؟ دمشق آمنت بكلامه. مع أن المحللين يريدون صالح الناس، بل يريدون إفساد الناس يا دمشقي. ماذا دهاك يا بهي الدين؟ ماذا دهاك؟ أتبيع الآخرة بالدنيا؟ اهدأ اهدأ يا ابن النجيب. كيف أهدأ؟ كيف أهدأ وهو يطلب مني أن أحيد عن الحق؟ يا بهي الدين، إن المقسطين عند الله على منابر من نور. أتتهمني يا ابن النجيح بالظلم والجحود؟ قد وضح ميلك لأهل الحيل. لا، أنا بريء مما يقولون، لكنك لا تريد أن تنصر ابن القيم عليهم، أليس كذلك؟ بلى. لماذا؟ أجبني، لماذا لا تريد أن تنصر ابن القيم؟ لماذا تبغضه هكذا؟ هذا اختلاف محمود، وقد حدث بين العلماء. أتذكرون سيف الدين المنصوري وابن تيمية؟ قد ثبت أن المنصوري خائن.
ماذا تقصد؟ أنت الذي أخذت بالأمثال. فلنعد لقضيتنا، ماذا تريد يا شيخنا؟ سنقول إنها كانت مناظرة وانتصر فيها ابن القيم. الآن فقط أصبحت مناظرة؟ ألم نتفق على كونها محاكمة؟ المحاكمة تعني سجن أصحاب الادعاء. ليتها تصل إلى السجن. عليهم أولا أن يستتابوا، فإن أبوا فإقامة الحد. هذا ظلم بين، هذا شرع الله. إذا نقول إنها مناظرة. قولك هذا يهدم أركان الدين. الدين فيه قوة وحسم حتى لا نهلك بخزي المجرمين. والله تعالى يقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. لا تأخذكم أيها القضاة الرأفة في حدود الله. واذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ابن النجيح يريدها فتنة. الفتنة أن نتراجع عما اتفقنا عليه ونجعلها مناظرة ونقول لخلق الله: سيحوا في الأرض، انتهت المناظرة، لابد من وقفة حاسمة. الحلم والأناة يا ابن النجيح. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عزة الشاعر عندما ظفر به وهو بحمراء الأسد؟ قتله لأنه نقض العهد وخان الميثاق. العفو عند الكفر مفسدة، والتهاون في حدود الله للإسلام مضيعة، والآيات في ذلك واضحة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، كما يقول تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. سنقول للجمع إننا اتفقنا على صحة أقوال ابن القيم، وإننا ننصح من يعمل بالحيل أن ننصح من يا بهي الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. شيخنا ابن النجيح ينطق بالحق، فلا يجب أن نحيد عن الحق يا دمشقي. لماذا تأخر القضاة هكذا؟ يبدو أن اختلافا قد نشب بينهم. الآن أدركت معنى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كيف يا كلزم؟ العارف بالله تعالى لا يجرؤ أن يحرك لسانه بكلمة من المنكرات، ولا يجرؤ أن يوافق على شيء يخالف شرع الله. وأنت لم يخفك هذا الجمع ولم يرهبك السجن في سبيل إعلاء كلمة حق. هذا تكليف لكل مسلم يا خلزم، إذ كيف نبرأ أمام الله تعالى ونحن نرى العاصي ونصافحه ونرى الظالم ونجالسه؟ ها قد عاد القضاء. بسم الله الآمر بالعدل والإحسان، وصلاة وسلاما على المبعوث بالقرآن رحمة للعالمين. أما بعد، فقد وضعنا الكلمات في الميزان، فرجحت كفة الحق والإيمان،
قد تبين لنا بالحجة والبرهان. صحة ما ذهب إليه ابن قيم الجوزية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الله أكبر. فعلها ابن النجيح. الله أكبر، لم ينتهي الحكم بعد. إنه أي ابن القيم أخذ بقول العلماء والسلف الصالح، فمن عمل بالتحايل هو كافر يستتاب ويقام عليه الحد إن أبى العودة لحظيرة الإيمان. وهذا عندنا هو الرأي الراجح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هنيئا يا صاحب المعركة، ها قد انتصرت وأبطلت هذه المهزلة. الحمد لله، بوركت يا ابن النجيح. كفرة ونستتاب، على هذا اتفقنا؟ دعوني الآن، دعني يا مالك. حلال حلال حلال، أين الدينار؟ لن أتركك إلا إذا عدت إلي ديناري يا رجل الحلال. خذ دينارك وابتعد. ها هو قد عاد إلي لأنه حلال حلال حلال. نائب السلطان يصافحك يا ابن القيم. والله لا أصافحه حتى يقيم العدل وينصر الحق ويبطل البدع. هذا غرور النصر. لو تعلم أمر دينك ما قلت هذا. كيف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عليه الصلاة والسلام، أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروا الله فلا يغفر لكم. كان بينك وبين العلماء خلاف، وها قد وضحت الرؤية. يا تنكز، ينادي مناد يوم القيامة، أين الظلمة وأعوانهم؟ فما يبقى أحد مد لهم مدادا أو حبر لهم دواتا أو برى لهم قلما، فما فوق ذلك إلا حضر معهم. كفاك يا ابن القيم. بل دعه يري الناس قدراته، حتى إذا ذهبوا إلى بيوتهم تحدثوا عن ابن القيم الذي رفض مصافحة نائب السلطان. كيف أصافحك وقد علمت ما كان من برهان؟ الويل لك. كيف أشد على يديك ولم تأمر بإبطال البدع في دمشق؟ أية بدع تقصد؟ المصباح المضاء طوال الليل في المسجد الكبير. أتريد إطفاء المصباح؟ هو بدعة. الناس تظن أن المصباح إذا انطفأ فإن السلطان سوف يموت، مع أن هذا ليس في كتاب الله ولا في أحاديث رسول الله. المصباح كمن يعلق الحجاب والحدوة خشية الحسد، وكمن يسمي ولده باسم الحيوان خشية الموت. والإسلام بريء مما يزعمون. إن كنت تريد إبطال هذا فأرسل إلى السلطان في مصر. هيا هيا يا برهان. لا أريده في دمشق. سمعتم؟
يفعلوا به وبأهله أي شيء. اجعلوه يكره دمشق ويغادرها. هيا، لماذا تقفون هكذا أمامي كالأصنام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا عبد الرحمن. هل انتهيت من كتابة رسالتك للسلطان الناصر قلاوون؟ أوشكت على الانتهاء، ولكن لما هذا السؤال؟ علمت أن جماعة من أهل دمشق قد عزموا على السفر إلى مصر، فقلت لنفسي لماذا لا ندفع إليهم الرسالة؟ فكرة طيبة. هل تعرف أحدهم؟ لا، ولكني أخبرت بأنهم يجتمعون كل ليلة في حديقة قصر تينكس. حديقة قصر تينكس؟ أوليس بغريب هذا؟ إنه يدفع إليهم الأموال ويحثهم على قراءة القرآن، هكذا قيل لي. على أي حال فلنكتب الرسالة أولا، وإذا شاء الله نذهب إليهم لنعرف خبرهم. معذرة يا ابن العم، وعفى الله عما سلف. قد أدخل الشيخ مالك. إنه ليس بشيخ على الإطلاق، إنه دجال محتال. أي شيء آخر، أي نعت آخر يليق به إلا الشيخ. صدقتموه واتبعتموه. قد اختلط الحرام بالحلال بسبب هؤلاء. أسأل الله أن يغفر لي ذنبي. تذكر يا ابن العم قول الله تعالى في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. لا تضربوني، اتركوني. دعوني وساني. لا 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 تضربوني، اي اتركوني، دعوني وساني. لا لا تضربوني. لماذا يضربونه هكذا وقد اعلن توبته في حضرة العلماء؟ اعلن توبته بعدما طلق نساءه وشرد أبناء وألقى بآباء في الشارع. كان على الناس أن ينتبهوا لهذا الأمر، فشرع الله يقيم الأشياء ولا يهدمها. اكشف لي غوامض سر اسمك. الله الله، حتى
أصل إلى مشاهدة مسمى. الله الله اللهم اقذف في قلبي من نورك. الله الله ما أدرك بي أسرار ملكك. الله مدد الله وأشاهد بي غيب ملكوتك. الله وألاحظ بي صفات جبروتك. الله حي إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم من غلاة الصوفية. أدركت الآن لماذا يسافرون من بلد إلى بلد. إنهم يشدون الرحال إلى مساجد لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشد الرحال إليها. هيا بإذن الله. انتظر يا عبد الرحمن، أتعلم أن منهم من اكتفى بمتابعة أقطابهم وانقطع عن كل شيء حتى العبادة؟ كيف ذلك؟ سترى الآن بنفسك. هيا يا رجل، هيا للصلاة معنا. يا طالب الورد، من كان غافلا وكيف بقلب كل أوقاته ورد. حي حي يا رجل، من امتنع عن أداء الفرائض فهو كافر. من تكون؟ بل سله كيف دخل إلى هنا. بل جئت لأرى بدعة أخرى في دمشق. تذكرت أنك وشيخك ابن تيمية كنتما تحاربان أهل الصوفية. أهذا ممن ينكر علينا فضل الله؟ حي حي يا رجل، كان الزهاد والمتصوفة الأوائل مجاهدين في سبيل الله، لا يعتزلون الحياة والناس، ولكنهم يعفون عن الطمع ولا يشغلون قلوبهم بجمع المال. وهل نحن نفعل ذلك؟ حي أجب يا ابن القيم، هل هذا الرجل الفقير الذي يرتدي الخرق الممزقة يشغل القلب بجمع المال؟ ما قلت هذا، ولكن يجب أن يعلم هذا الرجل، بل يجب أن تعلموا جميعا أن بعض ولاة الأمور أرادوا أن يعطلوا الشورى، فشجعوا الزهاد والمتصوفة على اعتزال الحياة وإشاعة أن الإنسان مسير لا مخير، وأن الإنسان مجبر على أفعاله. وإذن فليتقبل الإنسان هذا الجبر، هذا فضلا عما أدخلتموه على الدين، وإسلامنا بريء مما تزعمون. تريد أن تحاكي سيرة أخيك؟ يا أبا الفتيان مداد، أيها الجنود اقبضوا عليهما.
ماذا تريد؟ كذا يكون الجزاء. لو أن أحد رآك هنا. دعني. أصبحت كطاعون دمشق، الكل يخشاني ويتنكر لي، ذلك لأنك غبي. وهبتك فرصة الوثوب على كل علماء دمشق، كنت آمل الخلاص المرتجى. نائب السلطان تطلع إلى وجهك وكأنه يتطلع إلى وجه فارس، يقتنص النصر من كسرى ويمتطي جواده الأشهب. لكن وأسفا، أرض كسرى لم يهتز بعد. ليس بمقدور المرء بمفرده أن يقتنع شجرة امتدت جذورها في الأرض. الفأس يقتلع الأشجار، وقد وهبتك ألف سيف. المرء لا يمتلك سوى يمنى واحدة. خسرت المعركة يا مالك، وها أنا ذا لا أستطيع حمايتك ولا الذود عنك. بلغني أنك وبعض العلماء أقررتم منعي عن التدريس. حين قرروا ذلك جف ماء حلقي وعجز لساني عن النطق، إذ ماذا أقول وعن أي شيء أحمل لواء الدفاع؟ هكذا لماذا يا برهان؟ لماذا؟ سنقول يا مولاي إنه أفتى بعدم الرحيل إلى قبر الخليل. ولكن مولاي لا تشغل بالك بهذا الرجل، أخشى يا برهان من ثورة العوام. العوام ألم يزم من قبل مع شيخه الجليل شيخ الإسلام؟ ماذا فعل العوام؟ هل باتوا أمام القصر يطلبون الصفح والغفران؟ ماذا فعلوا؟ هل أغلقت الحوانيت؟ هل امتنع العوام عن الطعام؟ حتى العلماء من منهم سعى إليكم في يوم من الأيام يطلب الصفح؟ الناس يا مولاي يشغلهم القوت ويرهبهم صوت السجان. كل الحق معك يا برهان، فقد علمتني تجارب هذا الزمان أن الجوع يبتر اللسان. لذا يجب أن نملأ الصوامع بالخيرات ونمنعها من الوصول إلى أيدي الناس، فإذا جاعوا أعطيناهم بقدر معلوم. وهكذا تكون كل الخيوط في يدي. رائع رائع يا برهان. تفضل يا مولاي. ما هذا؟ كتاب ابن القيم للسلطان. مجنون يظن أن السلطان سيأمر بإطفاء المصباح في المسجد الكبير. السلطان يعلم أنه لو فعل ذلك سيموت بعد حين. أظنه لو قرأ هذه الرسالة سيأمر. إذن فلنرسلها إليه. عبد الرحمن ما بك؟
أظنك تذكرت شيخ الإسلام. الجرح لم يندمل، هذا قدرنا يا أخي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. عبد الرحمن يا أخي، المطاردة في القلب بين جند الملائكة والشياطين دائمة، إلى أن يفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن. فهيا بنا، هيا بنا ننتصر عليهم بالصلاة. هكذا كان يفعل أحمد رحمة الله عليه عندما كنا نتذكر أمنا العجوز أو دارنا أو أهلنا. الدنيا سلاح الشياطين، وها هم يصورون لي ولدي شرف الدين عبد الله وكأنه مريض، وها أنا سوف أنتصر عليهم بفضل من الله. يا أيوه، أما زلت تذكرهم؟ لا عليك يا عبد الرحمن، فهذا السجن أعرفه كبيتي. لبيك يا شمس الدين. نريد ماء للوضوء يا أيوب. أمرك أيها الشيخ الجليل. بارك الله فيك. أنت مفاجأة غير مرضية. على أي حال، دعني أبادرك بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك مثل ما قلت، حزني عليك هو الذي دفعني للمجيء إليك. كيف؟ ماذا ألم بك يا بهي الدين؟ كنت أعرف فيك صفات الفضل والخير، فإذا بنار الحسد تأكل كبدك. أعوذ بالله من الحسد والحاسدين. لا تكن من الكاذبين، قل إن الحسد تسلل إلى قلبك لأنك رأيت في ابن القيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ابن القيم، ابن القيم، أتدري لماذا التف الناس حوله؟ لأنه ابن القيم. ماذا تقصد؟ ابن قيم المدرسة الجوزية، أبوه هو الذي وهبه المكان وأصبح فيما بعد القيم على المدرسة الجوزية، وذا صيته بين الناس مع أني أنا الأفضل. أفق من غفوتك يا بهي الدين، فلا تزكوا أنفسكم. هل اطلعت على تصانيف ابن القيم؟ لا. إذن فأنت لا تعلم عن الرجل شيئا. اقرأ زاد المعاد لتعرف خير هدي العباد في سائر الأحوال. اقرأ الفوائد لتعرف أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. اقرأ المدارج لتعالج القلب من أمراضه. ابن القيم الذي أنت أفضل منه كما تقول، أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية فصار فريدا بين أقرانه. هل تعرف شيئا عن عبادته، عن صلاته؟ إنه يفرغ القلب من كل حواسه عند الصلاة. هذا الرجل لا يدانيه ولا يكرهه إلا منافق أو فاسد أو سفيه أو كافر، فاختر لنفسك واحدة. تفضل يا ابن النجيف، اجلس. استغفر الله العظيم.
تعلم أننا بصدد إنشاء مدرسة تحمل اسمه. علمنا ذلك وباركنا يا مولاي الأمير، ولكن يبدو أنها كانت أضغاث أحلام. لما يا مولاي؟ المال الذي أوقفناه لإنشاء المدرسة لا يكفي. ما العمل إذن؟ طلبت حضورك أمامي لأسألك لا لتسألني. السمع والطاعة لنائب السلطان. أريد فتوى بأخذ أموال يتامى دمشق التي بحوزتنا. مولاي الأمير، جميع اليتامى سيدخلون المدرسة ويتعلمون فيها الفقه والحديث والسنة. لكن يا مولاي، أنت تعلم أن الله تعالى يأمرنا بقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا يقصد يا مولاي بناء مدرسة وثمة مدارس تملأ حارات دمشق. ما الذي حدث لك يا دمشقي؟ مولاي الأمير، إنك تسألني عن صعب لا يلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها النطق بفتوى أطلبها منك. انتهى اللقاء يا دمشقي. أنتم وماذا تريدون؟ هؤلاء هم علماء دمشق، جاءوا يطالبون الأميرة تنكز بإطلاق سراح أبي. أنت ابن القيم؟ أجل. ولماذا لم تخبر العلماء بسر دخوله السجن مرة أخرى؟ إنه أيها العلماء الأفاضل يحرم زيارة قبر الخليل إبراهيم عليه السلام. السفر إلى بيت المقدس للصلاة والاعتكاف فيه مشروع ومستحب باتفاق علماء المسلمين جميعا، وقد ثبت هذا في الصحيحين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. أما السفر لزيارة قبر الخليل أو غيره من الأنبياء والصالحين فهذا غير مستحب عند أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل سبت إلى مسجد قباء راكبا وماشيا. قباء ليست مشهدا بل مسجد، ونبينا الكريم لم يكن يشد الرحال إلى قباء. هؤلاء أقدر الناس منك على الحديث في هذا الأمر، أولى بك أن تفتح لنا الطريق من أن تجادلنا هكذا. وماذا فعلت؟ أقسمت لهم بالله يا مولاي. إنك لست بالقصر، وبعد جهد جهيد عادوا إلى بيوتهم. يبدو أنه لا مفر من إطلاق سراحه. بعد يومين يا مولاي سيصل بريد السلطان قلاول، وأظنه سيأمر بالخلاص منه. يبدو أن ابن القيم لم يعد هو العدو الأوحد لنا يا برهان. كيف؟ الدمشقي صار عدوا لنا هو الآخر.
الجنون أن أعصي ربي فيما أمر. يا للإيمان، فقدت عقلي فيما مضى، وها هو قد ارتد إلي. سينزع منك هذا العقل مرة أخرى عندما أجردك من كل مناصبك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. صدق الله العظيم. المتقون، وهل هل أنت منهم؟ سنرى سنرى يا دمشقي. الاستعانة يا أيوب لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنها تجمع بين الثقة والاعتماد والتوكل. ولله ملك السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ولماذا حبسوك إذن؟ إنهم يخافون بزوغ نور الحق يا أيوب، يحبون الظلام والضلال، أنساهم الشيطان أنفسهم. هذا غير معقول، غير معقول. أنا لا أصدق، كنت أظنه سيأمر بقتله. وأنا مثلك يا مولاي، ولكن ها هو يأمر بإطفاء المصباح وبعودة ابن القيم للمدرسة الجوزية. ليتنا مزقنا الرسالة. هذه مشورتك مولاي الأمير، ما الذي يغضبك إلى هذا الحد؟ ألا تعرف يا برهان؟ ألا تعرف؟ ابن القيم له مكانته عند السلطان. كان لابن تيمية نفس المكانة عند نفس السلطان. تلف الآن الناصر قلاوون في يديه زمام الأمور بعدما قضى على نفوذ سلار وبيبرس. أفهمت يا برهان؟ ابن القيم لو أشار للسلطان بعزلي لفعلها. وكيف سيصل ابن القيم إلى السلطان؟ برهان لا تنسى، لا يستحق الحياة من يغضب نائب السلطان. انتظر أيها الأبلة، لا تنهي كل شيء في لحظة، فنفكر في حيلة نقضي بها على ذلك المأفون دون أن تمسنا دماؤه. أفهمت؟ صخرة تلقى فوق رأسه، سهم لا يعرف مصدره، أشياء من هذا القبيل. فليكن السل. أنت حقا قد وفيت، وعلى ما كان مني قد ندمت. لا تقنط من رحمة الله، أسفي على ما آل إليه الحال. لماذا لا تبعث إلى السلطان الناصر؟ فهو يحتاج إلى من ينير أمام عينيه مصباح الحق. السلطان الناصر، أنت قاضي القضاء، صوتك العدل يجتاز حدود الطغاة. اكتب إليه، قل له بعثت تنكز بسيف ليؤدب العصاة، فحصد رقاب العلماء وأسقط هامات الرجال وأضاع هيبة الحق أمام الضلال. سأذهب إليه بنفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيوب، لا تكلف نفسك عناء فتح هذا الباب، خذ هذا الطعام لك. أصائم أنت؟ أحمد الله الذي وهبني القدرة على الصيام. وعبد الرحمن؟ هو مثلي. أيوب، قدمت لهما الطعام؟ صائمان وتنازل لي عنه. تنازل؟ وعند الغروب ستحضر لهما طعاما آخر من بيتك؟ اذهب وافتح باب السجن. أمرك يا سيدي. هذا طعامهما، يقدم لهما عند غروب الشمس. أمرك يا سيدي. جئت أبشركما، قد عفى عنك السلطان يا ابن القيم وأمر بإطفاء المصباح. الحمد لله. ليس هذا فحسب، فقد أعادك إلى المدرسة الجوزية. هذا فضل من الله وعدل. وستغادران السجن بعد صلاة العشاء. ولماذا لا نغادره الآن؟ أرأيت ما حدث لي؟ رغم توبتي الدمشقي يتبرأ مني ويطردني من كل جمع أكون فيه. وأنا رغم إعلان توبتي جردني من كل المناصب. ماذا حدث للدمشقي؟ لقد تغير فجأة. ما العمل الآن يا مالك؟ ضاقت بنا الحياة في دمشق، فلنهجر هذه المدينة. لا، لن أهجرها إلا إذا هدمت قلاعها فوق رؤوس أصحابها. ماذا ستفعل يا مالك؟ سأكتب للسلطان الناصر قلاوون بكل ما يحدث. أجننت؟ لا تخف، لن أذكر اسمي. ماذا ستكتب؟ سأطلعه على كل ما يحدث في دمشق، الظلم، الفساد، الرشوة، الضيعة، الدمشقي. سأطلعه على كل ما يحدث. ما دام الأمر كذلك سأكتب الرسالة معك. الغابت الشمس يا أيوب. نعم، وقد حان موعد الإفطار. لا تمر ولا لبن، إذن هو الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. الحمد لله. قل لي يا أيوب، أليس هذا طعام الظهيرة؟ كيف عرفت؟ برودته واضحة. أذهب لتسخينه؟ لا لا عليك، ولكن ألم نهب هذا الطعام لك؟ أمرني برهان بأن أعيده لكما بعد غروب الشمس. ألم نصلي المغرب؟ بمشيئة الله وبإذنه، فلتترك هذا الطعام الآن يا أيوب، وهيا للصلاة إن كنت تريد الصلاة معنا. هذا شرف لا يناله إلا كل ذي حظ جميل. ساعات معدودات يا مولاي الأمير، ويأتيك الخبر اليقين. برهان، أخاف أن مولاي
سيموتان على فراشهما، السم يسري في الدماء ليل نهار. وعبد الرحمن خطأ غير مقصود. سألت عنه الشيخ مالكا ذات يوم فقال لي صيام شهرين متتابعين. لقد أبطل الدمشقي فتوى أهل الحيل. كل شيء سيعود إلى ما كان بعد رحيل الشيخ الجليل بإذنك يا مولاي. إلى أين؟ سأطمئن بنفسي. مولاي الأمير، مولاي الأمير، ماذا وراك؟ رجال الحدود قبضوا على الدمشقي وهو في طريقه إلى مصر. وأين هو الآن؟ أعادوه إلى داره. أحد من أهل دمشق يعلم بأمر خروجنا. الحمد لله على كل حال يا أخي، هيا بنا. ما الذي كنت تنويه من سفرك إلى مصر؟ كنت أود لقاء السلطان. دون علمي ودون علم نائبي؟ أنا لنور الحق أن يسطع. أي نور وأي حق؟ علمت أن المدرسة الجوزية عادت لابن قيمها؟ أخليتم سبيل الرجل؟ عاد ليجلسك مع النساء في دارك. الحمد لله. ماذا حدث لك يا دمشقي؟ ماذا دهاك؟ ألم نتفق معا على كل شيء؟ ما الذي غيرك هكذا؟ من وراء كل هذا؟ ماذا حدث؟ تكلم، تكلم يا دمشقي. كنت كلما أهم لقراءة كتاب الله أجد أمامي آيات هي أبلغ رد على ما اقترفته من آثام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. صدق الله العظيم. قلبت الصفحة فوجدت أمامي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. صدق الله العظيم. قلبت الصفحات مرة أخرى. كفى كفى، لا أود سماع تلك الحالات التي تتلبسك. سيصيبك الندم يا دمشقي. مولانا السلطان الناصر محمد بن قلوون يثق بالقاضي ابن النجيح، وقد وصلته الرسالة. الرسالة تعبر عما يحدث داخل أسوار دمشق، ولذا فقد أرسلني لأتبين الأمر منك. تنهيدة تعبر عما وراءها. تزدحم الكلمات في فمي ولا أدري بماذا أبدأ. متى أخرجتهما؟ عقب نداء العشاء كما أمرتني. هذا ما تبقى من طعامهما؟ الطعام كما هو يا سيدي. ألم يتناولا؟ رفض ذلك. لماذا؟ لا أدري. تركاه لك؟ أليس كذلك؟ سيدي الوزير، أنا لم أطلب الطعام كما أمرتني. يمكنك الآن أن تتناوله. خذ
فهو لك. هيا هيا تناوله أمامي. ولكن يا مولاي نفذ الأمر أيها الجندي نفذ. حارس بغير ذنب. لا, 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 لا تلومني يا مولاي الأمير، فإن الغضب أعماني. ما كان يجب أن تفعل هذا؟ سيموت داخل السجن ولن يدرك سره أحد. اتقي أهل الفحش ومجالسة أهل الردى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الناس بأخدانهم. أبي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا ابن القيم. بوركت يا أخي. أخذتني شهوة الدنيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. الشيطان. دع ما فات، فقد نسيت كل هذه الأمور. أفي قلبي إني طهرت قلبي من كل شرور. هيا بنا يا أخي، فالطريق أمامنا طويل وهو غير مليء بالورود. ضع يدك في يدي. هيا نعلم الناس كيف يكون الخروج من الظلام إلى النور، وكيف ننتشل الحق من ظفر الضلال، وكيف يثبت الإيمان في القلب لا يخشى بأس الرجال. أحسائي أحسائي النجدة النجدة أحسائي تتمزق أحسائي تتمزق. الآن أدركت سر الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. والله أعلم. ألقوا القبض على كل من يخرج من هنا تباعا. لابد من إرهاب الناس حتى لا يعودوا إلى دروسه مرة ثانية. السلطان الناصر يقرئك السلام. وعليه وعليك وعلى أمة الإسلام السلام. أطمئن، كل شيء سيتغير إن شاء الله. إن شاء الله.
أماكنكم. أنا رسول السلطان الناصر قلعون. قرار مولانا السلطان بعزل تنكز وبرهان. لا، هذا هذا محال. أيعقل هذا؟ كل شيء انتهى، كل شيء يا برهان. لا لا، هذا كذب، هذا افتراء. أيعقل هذا؟ رسالة وسطر من حبر. هي رسالة من 6 كلمات وحرف عطف. قرار مولانا السلطان بعزل تنكز وبرهان. ست كلمات وحرف عطف واحد. انتهى بها كل شيء، كل شيء. معذرة أيها الأمير، هذا هو المكتوب، أما غير المكتوب فهو القبض عليكما للتحقيق فيما نسب إليكما. هذا لا أصدق ما يحدث لنا. أنت، أنت سبب كل ما حدث لنا. أنت من خططت ودبرت وسرقت ونهبت وسلبت وقتلت. لمن كان هذا؟ أليس لك؟ ألم يكن في صالحك؟ هل أخفيت عنك شيئا؟ لا وقت للعتاب الآن، حيا، فالسلطان ينتظرنا في الإسكندرية. والله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. خيرا إن شاء الله. أهلا أيها الطارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن من زرعنا الشوك في أرض المسلمين وتبنا إلى الله، وجئناك لنصبح جنودك ونقص هذا الشوك لنزرع الورود. فهل تقبلنا؟ مرحبا بكما، مرحبا بكما يا أخي. تفضل تفضل. لم يصل تنكز وبرهان لمقابلة السلطان اليوم. يا
تم اعدامهما بالاسكندرية. ومن ابلغك بهذا؟ بريد السلطان جاء اليوم ببشرى جديدة. بشرى جديدة؟ ماذا تقول؟ وحقك الذي سلب منك. ولكن يا ابن القيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه لجم يوم القيامة بلجام من نار. لا يا أخي، الإفتاء لا يجرؤ عليه من تتلمذ على يد ابن تيمية. كنت أقرب الناس إليه، وأنت الأحق بأن تكون مفتيا للشام. لا تتردد يا ابن القيم، هذه فرصتك، هذه فرصتك لتحارب كل بدعة وتفيض بعلمك الغزير على الأمة. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. الله 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 يا Yeah.